بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الحديث حول بعض محارم الله سبحانه وتعالى التي وقع للناس فيها عن عمد أو جهل شيء من الاضطراب والنشاز بين مواقفهم، إذ اتبعوا الحق في بعض الأمور وجانبوه في الكثير من الأمور. من أجل هذا نرى ضرورة التحدث بقدر المستطاع عن المنهج الذي يجب على المسلم أن يسير عليه في هذه القضايا بأسرها، أي القضايا التي تتعلق بحياة المسلم وتعامله مع الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء مادية أو كانت معنوية. فإن الله سبحانه وتعالى لم يدع العباد هكذا وأهواءهم يتصرفون بحسب ما يملي عليهم هواهم، أو يتلقى بعضهم عن بعض بحيث يحكم بعضهم بعضا في أمور الحياة من غير أن يرجعوا إلى منهج الرباني. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو وحده العليم بكل مصالحهم ومفاسدهم، فهو العليم بما يصلحهم وما يفسدهم، وهو العليم بما تنطوي عليه فطرهم وما تحتاج إليه طبائعهم. ولذلك كان كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى منسجما تمام الانسجام مع هذه الفطرة التي فطر البشر عليها. وما الدين في مجموعه جميعا إلا تجاوب تشريعي مع هذه الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى العباد عليها. فهو تعالى يقول: أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه في وصف نفسه: ألا يعلم من خلق وهو السميع البصير. فما هذه الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للعباد إلا استجابة تشريعية من عند الله سبحانه وتعالى لمطالب الخلق، فهي ليست من أجل مصلحة الخالق، إذ الخالق هو الغني عن العباد وهم الفقراء إليه، وهو الرحيم سبحانه وتعالى بهم، وهو يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومن أجل ذلك كانت هذه الشريعة التي شرعها سمحة، هي في منتهى السماحة بحيث تتفاعل مع مصالح البشر تفاعلا تاما في كل دقيقة وجليلة وفي كل كلية وجزئية. والله سبحانه الذي خلق الخلق والذي هو مالك أمرهم لا يمكن أن يتركهم وشأنهم، والإنسان يرى أن الحياة تحتاج إلى نظام، ولئن كان الحكام لا يمكن أن يهملوا أمور رعاياهم من غير أن يضعوا
ضوابط وموازين ومقاييس لتصرفاتهم فيما بينهم، سواء فيما يتعلق بشؤونهم الاجتماعية أو ما يتعلق بعلاقتهم مع الحكام أو ما يتعلق بأي أمور لابد من أن يتصرفوا فيها وفق نظام معين، فإن خالق هذا الكون لابد له من أن يضع نظاما لهؤلاء العباد الذين وهبهم حرية التصرف، إذ أعطى الإنسان ملكة يتمكن من خلالها أن يتصرف وفق رغبته. ولكن هذه الرغبة لا يمكن إلا أن تضبط بضوابط الحق لئلا تخرج عن الحق. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام، والحلال هو ما أحل الله والحرام ما حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو الحلال وما هو الحرام وما هي المسافة بين الحلال والحرام، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث النعمان بن بشير عند الشيخين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في هذا الحديث الشريف يتحدث الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه عن ضوابط الحلال والحرام، فيبين أن الحلال بين وأن الحرام بين. إذ الحرام جعله الله سبحانه وتعالى محدودا، ذلك بأن الكائنات التي خلقها الله إنما خلقها لمصلحة الإنسان، فالإنسان مستخلف في الأرض وسيد في الكون يستمتع بمنافع هذا الكون. ومن البعيد جدا أن تكون حياة الإنسان حياة اضطرارية إلى هذه المنافع، بحيث لا تقوم إلا على استخدامها ومع ذلك تكون حنجرا عليه. فلذلك أباح الله سبحانه وتعالى الانتفاع بهذه المنافع، وإنما جعل هذه الحياة حياة ابتلاء، فهي ليست بحياة صافية من الأكدار. ومن أجل هذا كان في هذه الموجودات ما يحرم على الإنسان أن ينتفع به في بعض الأمور التي ربما لو أرخي له الأينان وترك الأمر لرغبته لكان من ورائه اندفاعا للانتفاع على ذلك الوجه. ولكن هذا المنع إنما هو في الحقيقة لمصلحته، إذ الدنيا تختلف عن الدار الآخرة، لأن الدنيا فيها الكثير من الأكدار، ففيها المضار التي تتعلق بالإنسان فردا وأسرة ومجتمعا وأمة ونوعا وجنسا. ومن أجل ذلك جاء التشريع الرباني ليضع الأمور في مواضعها حتى يكون الانتفاع في حدود ما فيه مصلحة من غير مفسدة ومنفعة من غير مضرة، بحيث لا يكون هذا الانتفاع يعقب مضرة في نفسي تعقبه مضرة في نفسي
المنتفع أو تترتب عليه مفسدة بالنسبة إلى مجتمعه أو بالنسبة إلى أمته أو بالنسبة إلى نوعه وجنسه. فمن أجل ذلك حرمت تلك الأشياء. فالحلال بين لأن الله تعالى أحل الطيبات، والحرام بين لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث، سواء كان هذا الخبث خبثا حسيا أو كان هذا الخبث خبثا معنويا. فالطيبات مباحة والخبائث محرمة. وكان الحلال بينا والحرام بينا لأن الكتاب العزيز نزل بحصر المحرمات، إلا ما جاء بيان تحريمه من السنة النبوية فهو أيضا مضاف إلى ما حرم بالكتاب، لأن ما حرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي حرم في وحيه سبحانه وتعالى. فنجد أن الله سبحانه وتعالى حرم أنواعا من المطعومات في كتابه العزيز، وذلك عندما قال عز من قائل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكذلك وما أهل به لغير الله. إن ونجد في سورة المائدة مساحة البيان أوسع عندما قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وكذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على أن الأصل في هذه المطعومات الحل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى الضرورة، وهذه الضرورة قد يتبادر أنها ضرورة المسغبة، ولكن مع ذلك نجد ما يدل على أن الضرورة أوسع من ضرورة المسغبة. فعندما يضطر الإنسان بأي وجه من الوجوه إلى هذه المحرمات اضطراراً ينجي به نفسه من هلكة متيقنة، فلا مانع من أن يتناولها. وقد يقول قائل بأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اضطر في مخمصة، والجواب بأن ذكر المخمصة إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد، وما كان كذلك فلا يعتد بمفهومه. ما كان واردا مورد الأغلب المعتاد فلا يؤخذ بمفهومه. ومن أجل هذا قال المحققون من العلماء بأن من اضطره جبار إلى تناول شيء من هذه المحرمات بحيث تيقن الهلكة إن لم يتناوله جاز له. وكذلك أباح من أباح من أهل العلم الانتفاع بهذه المحرمات من أجل ضرورة العلاج، عندما يكون هذا العلاج أمرا ضروريا من غير أن يكون هنالك أي علاج آخر يمكن أن يغني عنه. وفي هذه الحالة يباح لهذا الإنسان أن ينتفع لأجل دفع ضرورة المرض عنه، لأجل دفع ضرر المرض عنه. ونجد أيضا بالنسبة إلى
بقية الأشياء التي لم تذكر هنا جاء استثناء بعضها، إذ ورد تحريم بعضها في نصوص من الكتاب، وجاء تحريم بعضها في نصوص من السنة النبوية، وهذا تخصيص لهذا العموم، تخصيص لعموم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا. وكذلك عموم قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، وهي آية المائدة الشريفة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. وهذه وإن لم يكن حقيقة الأمر فيها حصر، إلا أنه قد يستأنس الإنسان أن ما على هذه المذكورات هي مباح، لأن الآية جاءت من أجل بيان المحارم. ومن المعلوم أن الخصوص يقضي على العموم، ومن أمثلة التخصيص بالكتاب ما جاء من تحريم الخمر، وهي من ضمن المطعومات، وقد حرمت بالنص الصريح الذي لا جدل فيه. وكذلك تحريم الصيد على المحرم، وكذلك منع الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فكل من ذلك يعد تخصيصا للعموم. وجاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لتضيف بعض المحرمات، كما جاء ذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال: أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. وكذلك عندما حرم الحمر الأهلية. فإذا هذه المطعومات هي محرمات. أما بالنسبة إلى الأنكحة فإن الله تعالى حرم ما حرمه في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهي هذه إلى أن قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا أيضا عموم إباحة بعد تحريم هذه الأنواع، ولكن مع ذلك جاءت السنة النبوية لتبين أن هذا العموم لا يجرى كما هو، فلا بد من تخصيصه. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إلحاق كل ما يحرم من قبل الرضاع، من قبل إلحاق كل علاقة محرمة من قبل أن إلحاق ما يشبه من قبل الرضاع كل علاقة محرمة من قبل النسب، فما يحرم من قبل النسب يحرم مثله من قبل الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كالخالات من الرضاع والجدات من الرضاع والعمات من الرضاع، وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات، وهكذا كل ما يحرم من قبل النسب يحرم مثله من قبل الرضاع. وكذلك الجمع ما بين الأختين، ما بين المرأة وعمتها، والجمع ما بين المرأة وخالتها، بحيث لا تجمع أحداهما إلى أخرى، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. وقد وضع العلماء ضابطا في هذا، وهو أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت عليه الأنثى، فالجمع بينهما حرام، ولكن هذا يقيد بالنسب لا بالصهر، وإن كان الأمر في الصهر مختلفا فيه.
ولكن لا يؤخذ بهذا الضابط بالمصاهرة على الإطلاق. وكذلك جاء التحريم، تحريم الربا وتحريم الميسر في المعاملات بنص الكتاب العزيز، مع تحريم أكل أموال الناس إلا بالحق، فلا يجوز لأحد أن يأكل مال أحد إلا بالحق. وشدد القرآن الكريم الوعيد في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا في سورة النساء. وفي سورة المائدة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء التشديد الأبلغ في أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء التشديد البالغ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ المال بغير حق. فإذا هذه الأمور لابد من مراعاتها، والمعاملات التي تكون بين الناس أيضا على اختلاف أنواعها، الأصل فيها الإباحة إلا ما نص على تحريمه أو ما ألحق بالمحرم من أجل تشابه بينهما، تشابه الفرع مع الأصل، فإن الفرع يلحق بأصله. ومع هذا تراعى أيضا مقاصد الشريعة في التحريم، فإن الشريعة الغراء جاءت لتحرم على الإنسان كل ما يضر به، ما يضر بدينه وما يضر بعقله وما يضر بحياته وما يضر بنسبه وما يضر بأرضه، كل من ذلك محرم، ولا بد من دفع المضار على اختلاف أنواعها. وبجانب هذا كله نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف أيضا جانبا من المحرمات القولية والمحرمات العملية الفعلية في آية من سورة الأعراف، عندما قال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه طبيعة الحال أمور محرمة، كل منها محرم. وكذلك جاء تحريم جانب من المحرمات في سورة الأنعام، عندما قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله ما لم ينزل، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ألا تشركوا بالله ما لم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا الكيل والميزان إلى آخر الآيات الثلاث. فهذه من ضمن النصوص الدالة على التحريم. كذلك نجد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على تحريم الكثير من الأقوال، وهي الأقوال التي فيها أذى بالغير. الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم الكذب، وهذا ورد في نصوص متعددة في كتاب الله، وحرم أيضا في التعامل كل ما يؤدي إلى الضرر بالغير. من أجل هذا حرم الله سبحانه وتعالى السخرية والاستخفاف من الغير. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كل ذلك داخل في المحرمات. ولكن مع هذا كله أيضا لا بد من التقيد بأن ما حرم الله سبحانه وتعالى أو ما جاء تحريمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يكون فيه رأي، بحيث يحل شيئا منه، إذ تحليل ما حرم الله أمر خطير جدا. وفي المقابل أيضا تحريم ما أباحه الله سبحانه وتعالى. فكل ما أباحه الله لا يجوز التدخل فيه من أي أحد من الناس حتى يتحول من محلل إلى محرم، إذ تحريم ما أباح الله كتحليل ما حرم، وكل من ذلك يؤد كفرا. ولذلك نعى الله سبحانه وتعالى على الكفر الذين كانوا يحرمون من تلقاء أنفسهم ما يحرمونه، وقد بين خسرانهم عندما قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وبين سبحانه وتعالى مقولتهم وقال: الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ويقول سيقول الذين اشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فتحريم أي شيء مما أباحه الله سبحانه وتعالى يعتبر جرما كبيرا وإثما عظيما، وهذا ليس من ديدن المسلم، فإن المسلم لا يجرؤ على الله سبحانه وتعالى حتى يحرم شيئا مما أباحه، كما أنه لا يجرؤ على الله سبحانه وتعالى حتى يحل شيئا مما حرمه، إذ كل من ذلك اسمه اسم عظيم. اسم كل واحد من الأمرين اسم عظيم، بل هو رد لحكم الله، وما كان ردا لحكم الله فهو من ضمن الكفر بالله. ومعنى ذلك أن من فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه والتحق بالقوم الكافرين. والله سبحانه وتعالى نعى على أولئك الكفرة الذين تصرفوا في جاهليتهم تحليلا وتحريما
بحسب ما يقتضيه هواهم. فقد قال عز من قائل: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت أرحام الأنثيين، نبئوني بألم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. هؤلاء شدد القرآن النكير عليهم لأنهم تصرفوا هذا التصرف بحسب هواهم. فالمسلم إذن يرى المحرمات التي نص عليها في كتاب الله وهي بينة مع القاعدة المعروفة، وهي أن كل ما أضر بالإنسان فردا ونوعا وجنسا هو حرام، سواء كان هذا الضرر بالأسرة أو كان هذا الضرر بالمجتمع أو كان هذا الضرر بالأمة أو كان هذا الضرر بالنوع البشري، كل من ذلك هو من ضمن محارم الله سبحانه وتعالى، لأن الشريعة إنما جاءت لمصلحة الإنسان. ولكن تبقى مسافة المشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذه الأمور المشتبهة الكثير من الناس لا يعرفهن، لعله يعرف حكمها الخاصة أو خاصة الخاصة، ولربما اشتبه حتى على أولئك الأمر بحيث يكون الأمر مشتبها بالنسبة إلى هذا العالم وغير مشتبه بالنسبة إلى الآخر. فأمور المشتبهات خطيرة جدا، لأن المشتبهات تؤدي إلى الوقوع في محارم الله، ومن استخف بالشبهات استخف بالمحارم، من استخف بالشبهات استدرجه هذا الاستخفاف شيئا فشيئا حتى يقع في محارم الله تعالى. ولذلك جاء في هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإن الراعي الذي يقترب من حمى حماه أحد الملوك يمكن أن تنطلق ماشيته فتدخل في ذلك الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، فلكل ملك حمى، والله تعالى هو ملك الملوك له الملك وحده، ويوم القيامة لا يبقى من يدعي الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، له سبحانه ملك السماوات والأرض، وقد حرم الله سبحانه وتعالى محارمه فجعلها حما له بحيث لا يجوز لأحد أن يدخل فيها، ومن اقترب من حماها دخل فيها. هكذا يستدرج الإنسان شيئا فشيئا، ولذلك يجب على الإنسان أن يكون شديد الحذر من الوقوع في شيء من هذه المحارم. ونحن نرى كيف يأتي في هذا الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان شيء من أحوال القلب، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في مقام
بيان الحلال والحرام والشبهات، هذه المضغة التي تتمجز على الجسد كله بتأثيرها عليه، بحيث يكون فسادها فسادا له جميعا وصلاحها صلاحا له جميعا، وهي القلب. والمراد بالقلب هنا ما يحتوى عليه الإنسان من عقل ومشاعر وأحاسيس، فهذه جميعا تدخل في مفهوم القلب حسب المصطلح القرآني وحسب مصطلح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن النفس الإنسانية التي تتجسد فيها هذه المشاعر وهذه الأحاسيس والتفكير وغير ذلك هي المرادة هنا. هذه النفس تتأثر تأثرا بالغا عندما تنتهك من قبل صاحبها حرمة من حرم الله تعالى، فلذلك ذكر هذا التأثير على القلب صلاحا وفسادا بجانب ذكر الحلال والحرام وذكر المتشابهات، لئلا يندفع الإنسان وراء رغبة نفسه الجامحة ليقع في شيء محارم من محارم الله، فإن لذلك تأثيرا على قلبه، وعند ما يتأثر قلبه قد يعجز بعد ذلك عن السيطرة عليه وضبط حركاته. فنحن نرى كيف يدل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن للمعصية أثرا بالغا في قلب الإنسان، فإن الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن جرير الطبري وغيرهم يقول، وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا أذنب العبد الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر سقي، وإن هو عاد زادت حتى تملأ قلبه، فذلكم الرعن. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنب يؤثر، ومعنى ذلك أن وقوع الإنسان في الحرام قد يحجب قلبه عن إدراك الحقائق، فيكون هذا القلب أسير الشهوة لا يستطيع الفكاك عنها، بخلاف ما إذا حذر الإنسان محارم الله وإن وقع في شيء منها سارع إلى التوبة والاستغفار حتى يطهر قلبه من رجسها ولا يبقى لها أثر عليه. ونحن نرى كيف وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم جنة عرضها السماوات والأرض، فقد قال في وصفهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالواقع هكذا، القلب يتأثر، فمن اعتاد أكل الحرام كان ذلك خطرا كبيرا على قلبه، لأنه يبقى هذا القلب أسير هذه الشهوة، شهوة النفس الجامحة، حتى لا يستطيع الخلاص عنها والفكاك منها. ومن أجل هذا نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ضرورة تعجيل التوبة عندما يقع الإنسان في شيء من محارم الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فمن عمل السوء بجهالة ثم عجل التوبة من قريب بحيث لم يسوفها من وقت إلى وقت كان في ذلك خير له، إذ في هذا تخليص لهذه النفس
من أثر هذه المعصية، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى يبين لمن تكون التوبة. التوبة للذي يعمل السوء بجهالة ثم يسارع إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يسارع إلى التخلص من آثار هذا الذنب الذي ارتكبه، من آثار تلكم النكتة السوداء التي تنكت في قلبه، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وترون أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر التوبة المقبولة ذكر السوء بصيغة الإفراد، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، بينما ذكر من بعد أولئك الذين لا تقبل توبتهم والعياذ بالله، فقال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فليست التوبة لهؤلاء، هؤلاء الذين يعملون السيئات، ذكرت السيئات بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد، بخلاف التوبة من السوء فقد ذكر السوء بالإفراد لا بصيغة الجمع، لأن النفس تتأثر بالمعاصي وتتراكم هذه الآثار حتى تكون والعياذ بالله أسيرة هذه المعاصي، إلا إن تداركت العبد رحمة الله تعالى ولطفه فأنقذته من هذا الأمر الذي وقع فيه. ولكن من الذي يأمن ذلك؟ هذا الذي يسترسل في معصية الله سبحانه معصية تلو معصية، تتراكم آثار هذه المعصية على قلبه حتى تحجب هذا القلب عن الرؤية الصحيحة، وهنا تنقلب الموازين وتتبدل المقاييس، فيستعذب الإنسان محارم الله ويستلذها، بينما يشق عليه طاعته سبحانه وتعالى ويشق عليه التخلص من تلك المحارم. وهذا أمر يشاهد في الناس، فإن من اعتاد أكل الربا مثلا شق عليه التخلص من الربا، لأن نفسه تصبح أسيرة لهذه المعصية التي تتتابع حين بعد حين وتتراكم آثارها على النفس مع ما تجره من معاصي أخرى أيضا يكون لها أثرها العظيم البالغ العميق في نفس هذا الإنسان. وكذلك من اعتاد الزنا، فلربما كان الإنسان ليس بأعزم عنده ما يكفه عن الزنا لو اكتفى بالحلال عن الحرام، عنده امرأة، ولربما كان أحدهم عنده أكثر من امرأة، ولكن بسبب الاسترسال في معصية الله سبحانه وتعالى تنجذب نفسه انجذابا إلى هذه المعصية. وكذلك شراب الخمور هكذا شأنهم، فإنهم يصبحون أسارى لهذه العادة السيئة ولا يستطيعون الانفلات عنها، بل يستعذبونها مع ما في الخمر من المضار، وهم يدركون هذه المضار ولكنهم يستبرئون الخمر، ومع ما في شرب هذه الخمر من مكابدة في نفس وقت الشرب، إذ الخمر لها أثر على الإنسان ليست بلذيذة، هكذا يقول الذين جربوها ليست بلذيذة، وإنما يستلذها الإنسان لأن الشيطان يزينها لهم حتى يجعلها في نفوسهم أحسن مشروب. وهكذا كل المعاصي الظاهرة والباطنة، سواء كانت معاصي البدن أو كانت معاصي القلب كالرياء والعجب والكبر والحسد وغير ذلك،
أو كانت معاصي اللسان كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك. فالذي يكذب مثلا ويتعود هذه العادة السيئة يستحسنها استحسانا حتى لا يستطيع الفكاك منها، بل يرى أنه إن صدق في الحديث كأنه لم يأتي بما يلذ لنفسه. وكذلك من اعتاد الغيبة فإنه لا يستطيع الانفلات منها وهكذا. فمن هنا يؤمر الإنسان بأن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل معصية بسرعة، لأن لهذه المعصية عندما تستمر أثر كبير على نفس الإنسان. ومن هنا كان الفارق بين الإصرار والتوبة والاستغفار. فالمصر إنما يتراكم الشر له، بينما التائب يتخلص. والمصر يقتدي بإبليس والعياذ بالله الذي أصر على معصيته، والتائب يقتدي بأبيه آدم عليه السلام. فلينظر الإنسان أي القدوتين يختار لنفسه. والنفس البشرية مثل تأثير المعصية عليها، وإن كان تأثيرا معنويا وليس تأثيرا حسيا حسب ما يبدو. النفس البشرية مثلها كمثل الثوب. الثوب عندما يقع الدنس فيه فإنه إن تعجل صاحبه في تغسيله وتطهيره من ذلك الدنس زال أثره، أما إن تركه حتى تراكم الدنس دنسا بعد دنس بحيث تتراكم الأدناس فإن تنظيفه يكون أمرا عسيرا. حتى ولو استعمل المنظفات والمبيضات وغيرها تبقى آثار تلك الأدناس عندما تتراكم في هذا الثوب. وكذلك القلب، فعندما تتراكم آثار المعصية عليه حتى يران عليه يكون الأمر خطيرا بالنسبة إلى صاحب هذه المعصية. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الرأن، وذكر الختم على القلوب والعياذ بالله، وهذا إنما يكون بآثار معاصي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا جاء في هذا الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن المعلوم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحمى وذكر القلب والتأثير على هذا القلب هنا وتأثير القلب على الجسد كله إنما هو بسبب أن الإنسان عندما يعتاد المعصية ويستخف بهذه المعصية يزول أثر هيبة الله تعالى في نفسه، إذ يتجرأ على الله بالمعصية تلو المعصية حتى يقع في الكثير الكثير من محارم الله التي لا يستطيع التخلص من آثارها. فالضرورة إذن ضرورة داعية إلى أن يحرص الإنسان على محاسبة نفسه. وكما قلت أمر الحل والحرمة إنما هو راجع إلى الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولذلك كان ما حرم على لسانه عليه أفضل الصلاة والسلام كالذي حرم بالنص القطعي الذي يأتي من قبل الله. ومن هنا لم يكن لأي أحد من البشر عالما كان أو جاهلا، فردا كان أو مجتمع، أن يكترئ على حكم الله سبحانه وتعالى وأن يبدل شيئا من أحكام الله. إنما طاعة البشر هي في حدود طاعة الله،
بحيث لا تتجاوز طاعة الله. ومن أجل ذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أتبع ذلك قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبهذا يكون الفارق الكبير بين الإسلام وبين الأنظمة الجاهلية المستحدثة. هذه الأنظمة التي أفرزتها عقول متعفنة ونفوس مستأسرة لشهواتها، نفوس وقعت في معاصي الله سبحانه وتعالى، فلذلك استباحت ما استباحت من حرم الله. فالفارق كبير ما بين الإسلام وما بين هذه الأنظمة الجاهلية. الإسلام يأمر بطبيعة الحال بالشورى ويحض على الشورى، ولكن على أن تكون هذه الشورى في الوسائل لا في الغايات، ومعنى ذلك في طريقة تطبيق حكم الله. يمكن أن يرى هذا الرأي في الطريقة التي توصل إلى تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، ويرى الآخر رأيا آخر لا في نفس الحكم، فإنه لا يجرؤ أحد من المؤمنين على رد شيء من أحكام الله، بينما الأنظمة الجاهلية الحديثة هي بخلاف ذلك. ولذلك تبيحه ما تبيحه، فتبيح الخمور وتبيح الزنا وتبيح الربا وتبيح ما تبيحه من محارم الله، بحيث يعدون هذه الأمور بأسرها ترجع إلى حكم المجتمع لنفسه. فعندما يكون المجتمع متفقا وهو يمثل في الأعضاء الذين يجتمعون فيما يسمى عندهم بالبرلمان أو فيما يسمى بمجلس الأمة أو فيما يسمى بأي اسم من الأسماء الأخرى، عندما يجتمعون يحق لهم أن ينظروا في هذه الأمور فيحلوا ما يشاءون ويحرموا ما يشاءون. فلربما حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى وأحلوا ما حرم. ربما حرموا أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة مهما كانت الأحوال مقتضية لزواجه بامرأة أخرى، وفي نفس الوقت لا يرون حرجا في أن يزني هذا الرجل بما يشاء من النساء، ولو كنا ألوفا مؤلفة لا حرج، الزنا يباح عندهم، بينما الزواج هو بأكثر من امرأة واحدة هو محرم. وكذلك تبيح هذه الأنظمة ما تبيحه من محارم الله تعالى كالخمور وغير ذلك من أمثال الميسر وأنواع المنكرات والخلوة بين الرجل والمرأة وانتهاك مختلف الحرم. لا يبالون بأن تخرج المرأة عارية وأن ترقص أمام الرجال وأن إلى آخره، ذلك كله إنما هو أمر يتصادم مع حكم الله سبحانه وتعالى، فليس ذلك من الإسلام في شيء، وليس ذلك من حكم الله تعالى في شيء. المسلم لا بد من أن يتقيد بهذه الضوابط التي أنزلها الله سبحانه، وبها يميز ما بين النافع والضار، ويميز بها ما بين الحلال والحرام، ويميز بها ما بين المصلحة والمفسدة. فإن المفسدة إنما هي في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يري هؤلاء ما يريهم من آياته الكبرى، فهذه العقوبات تترى عليهم عقوبة تلو عقوبة: الأمراض الفتاكة،
التي لم تكن معهودة في الأمم السابقة أصبحت تتفشى مع وجود المكافحة لها، مع وجود العلاج الحديث وتقدم الطب وتقدم الإنسان في شتى المجالات العلمية، ولكن أصبحت هذه الأمراض الفتاكة تقف عليهم مضاجعهم، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوها إلا انتشرت فيهم الأوجاع والأوباء التي لم تكن في أسلافهم. وكذلك المصائب التي تصاب بها هذه الأمم الآن بسبب هذا الانحراف، الانحراف عن الحق والرشد والهدى المستقيم. فالمسلم إذن عليه أن يعتبر وأن يشكر الله تعالى على نعمته، نعمة الهداية، نعمة إنزال هذا الكتاب الكريم، نعمة وجود السنة النبوية الثابتة الصحيحة التي يميز بها بين الفاسد والصحيح، ويميز بها بين الحق والباطل، ويميز بها بين الحلال والحرام، ويهتدي المسلم بهدى الله تبارك وتعالى، ولا يرضى بغير الله تعالى حكما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله سبحانه وتعالى الرشد والعافية والصلاح والاستقامة والهداية إلى أقوم طريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير، وإنه بالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستودعكم الله إلى لقاء بكم إن شاء الله في العام الدراسي المقبل، والله تعالى ولي التوفيق.